سائل من خارج هذه البلاد يقول: عندنا إمام مسجد يقول إنه يجوز للإنسان أن يسأل الله ببركة فلان الصالح فيقول: يا رب اغفر لي ببركة فلان، هل هذا القول صحيح؟ لا، ما هو صحيح، هذا باطل. ورا ما يقول اللهم اغفر لي، وش عليه من بركة فلان؟ لو ثبت أن فلان به بركة وش عليه منها؟ وش علاقته بها؟ اسأل الله بعمله وبصلاحه وبدينه، يستغني عن الناس والتعلق بهم، لكن هذا من الشيطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله جل وعلا يقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ما ينفعك صلاح غيرك، آبائك وأجدادك، ما ينفعك إلا صلاحك أنت وعملك أنت. نعم.